الله 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 سبحان الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العلي العظيم. كما قلنا أن هذه السورة سورة الحجر، سورة مكية نزلت في بداية الدعوة العلنية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تصور لنا هذه الآيات المباركة المواقف التي اتخذتها قريش والمشركون عموما أمام رسالة النبي وبعثته. المواقف كانت جدا هزيلة معنويا وقوية ماديا اجتماعيا عرفيا، يعني أنهم بدأوا بالتهكم كما قلنا، بالاستهزاء، بالسخرية، بالاتهام، وبتطويق رسول الله وأصحابه، تطويقهم إعلاميا أيضا. ذاك اليوم ما كانت وسائل الإعلام كالتلفزيون والجرائد والميديا حسب تعبيرهم، كانت ندوات مثل ما احنا نسميها اليوم ديوانيات. مثلا كل عشيرة، كل قبيلة، كل فئة، كل عائلة كان عندها ندوة أو مكان للجلوس. هناك اتخذوا مواقف جدا شديدة أمام بعثة رسول الله وأمام القرآن أيضا، وبالفعل كان مؤثر لا شك. في عصرنا هذا أيضا أعداء الدين يتخذون مواقف. أولى تلك المواقف مواقف فكرية، اللي نسميه الهجمة الفكرية الثقافية الشرسة، والآن نحن نحس بها ونتلمس أخطارها على أولادنا وأحفادنا والجيل القادم أيضا. شنو يصير اليوم؟ كنت قاعد مع أحد الإخوة، حقيقة متخوف، البارحة عفوا، مع بعض الإخوة، كلنا نتخوف لمستقبل أولادنا حقيقة. شنو ده يصير؟ الهجمات الفكرية الثقافية المدسوسة المنظمة، واحد يفتهم أنه وراءها من وراءها. ذاك اليوم هذه الوسائل
وسائل الارتباط ما كانت، كانت ندوات يتخذون مواقف كيف نصد دعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. هذه الآيات التي تلوناها وتلونا قبلها آيات أخرى في سورة الحجر كلها تبين تلك الصورة التي كان يعيشها رسول الله وأصحابه الخلص المعدودين، أيضا عددهم كان قليل جدا. طبيعي الإعلام يؤثر، من طرق الإعلام اتهام النبي بالجنون والعياذ بالله، هذا مجنون. أنا شفت في التاريخ أن أحد أقرباء النبي، أتصور أبو لهب كان لعنة الله عليه، يعتبر عم النبي بعد، كان يمشي أيام المناسك أو أيام الازدحام في مكة، كان يمشي وراء النبي ويأشر. ما يخالف، هذول الأولاد لازم يجون في المجالس. كانوا النبي يصير يمشي، هذا يمشي من وراء يأشر الشكل، يعني هذا مجنون والعياذ بالله. فبالنتيجة يخلي أثر. أحد الذين بعدين صار مسلم يقول أنا وصلت إلى مكة فذهبت إلى بيت أحدهم كبار قريش ضيف عنده، قال لي دير بالك أنت بكرة راح تطلع للحرم للكعبة، لأن كان عندهم طواف المشركين، بس طوافهم كان مسخرة. لما تروح راح تشوف شاب من بني هاشم يدعي النبوة، هذا ساحر، ها دير بالك، هذا موجود بالتاريخ أيضا. قال شلون ساحر؟ قال عنده كلمات يقراها يعني القرآن ويسحرك رأسا، تنجذب إليه، ما تقدر بعد تتحرك إلا أن تستمع له. قال شلون يصير هذا يعني؟ خذ. طبعا العرب كانوا كثير منهم أدباء، يعني كانوا شعراء أدباء بلغاء بعضهم. فيقول أنا يوم الثاني فكرت أروح ما أروح، قال أخو لازم أروح للحرم للكعبة. رحت شفت أنه الصدق هذا قاعد، يعني رسول الله شاب قاعد، طبعا ذاك اليوم عمره النبي في الدعوة العلنية 45 سنة تقريبا، 44 45. شفت شاب ده يقرأ، فقال لي صاحبي، يعني قال لي خلي أصابعك في أذنيك حتى لا تسمع أصلا لأن هذا ساحر. يعني الإعلام كان هالشكل مؤثر على الناس. يقول بالفعل أنا قمت أطوف وأصابعي في أذني حتى ما أسمعه لأن حذروني. شوف الإعلام إيش قد يأثر. يقول فد مرة قلت شنو هالحكي، أنا رجال عاقل شنو واحد يسحرني؟ بعدين شنو يسحرني ده يقرأ في شيء، خلينا نشوف شنو. ففتحت أذني، شلت أصابعي، كان يقرأ رسول الله سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن. يقول انجذبت إليه، قلت خل أستمع. استمعت شفت عجيب، هذا لا هو شعر ولا هو نثر، شيء غريب، يعني بلاغة فصاحة كلمات قوية. فرحت عند النبي ذاك اليوم، خو ما يقول أنت نبي، قال رحت عند هذا الشاب قلت له ماذا تدعي؟ قال أدعي أنني رسول من قبل الله سبحانه وتعالى، بعثت لهذه الأمم لهدايتهم، وهذا قرآني. قلت لك اقرأ بعد اقرأ. يقول شفت كلام صحيح، فأسلمت على يدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين رجعت لصاحبي قلت له يا سحر يا بابا، هذا كلام جدا عظيم، ده يحكي كلامه جيد،
المفاهيم جيدة، المضامين جيدة، الألفاظ جيدة، قمة في البلاغة، معجزة هذه، وأخلاقه جيدة، سلوكه جيد، ليش ما أصير مسلم؟ فزعلوا وياي. شوفوا الحالة التي كانت في مكة، حالة الإعلام المضاد لرسول الله ولأصحابه وللقرآن. في خضم هذه الحالة نزلت هذه السورة المباركة. احنا دائما نخليكم في أجواء السورة، كأنك تعيش تلك اللحظات في مكة ورسول الله جالس مع ثلة من أصحابه وينزل جبرائيل، هشكل تصور، خليك في تصور هذه الأجواء. ينزل جبرائيل بهذه السورة وبهذه الآيات العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الإعلام يا رسول الله، يا أصحاب رسول الله، هذا ما يأثر فيكم، إحنا نحافظ على القرآن كما شرحنا في الليلة الماضية قضية التحريف وخلصنا بعد منكرر. هذه الآية عندما نزلت تتلوها آيات أخرى نقرأها الآن هذه الليلة، أن هذه سنة الكون. هذا هو يفيدنا في هذا العصر. المؤمنين لما يقعدون، هذول المشايخ لما يقعدون مع بعض، هذول شي يسوون، يفكرون بعض الأوقات شلون نبلغ، شلون نحكي، شلون نوعظ. الهجمة الشرسة الثقافية التي غزت بلادنا عبر الهواتف، عبر الموبايل، وعبر الفضائيات وإلى آخره، بعد داخلة في بيوتنا، مشكل داخلة في بيوتنا حتى على أسرتنا. أنت تنام وابنك بالغرفة الثانية الموبايل بيده، يطالع. شنو يطالع؟ ما تدري. البنت شنو تطالع؟ ما ندري. يعني حقيقة في المصيبة. قال أصحاب رسول الله أيضا شافوا إعلام مضاد. إحنا دائما نشرح الحالة في مكة بعدين نطبقها على واقعنا حتى نستفيد من الآية، يعني وانا ونقرأ تاريخ قصص. الإعلام كان جدا قوي، مكة صغيرة ومحل الترواد، يعني يريدون ويخرجون، مسافرين يجون، تجارة، ما يطوفون الكعبة وما ذلك. فبالنتيجة يأثر فيهم، يقول له روح للكعبة بس خلي أصابعك في آذانك حتى لا تسمع، هذا ساحر، هذا دير بالك. يأثر بعد، وقد أثر. أنا لما أقرأ تاريخ مكة أشوف أنه هذول لم يؤمنوا إلا القليل منهم، فهاجر النبي معهم وين؟ إلى المدينة، إلى يثرب. لما انفتحت مكة أسلموا. شلون أسلموا؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني عبيد هذول، يعني لم يؤمنوا واقعا وحقا ويقينا وقلبا. شافوا الجيش جاي، جيش جرار جاي إلى مكة، طبعا جيش مسالم، رسول الله لم يقتل أحدا، لم ينتقم من أحد. من دخل بيت أبي سفيان، يا طاح الظن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من دخل الكعبة ما أدري فهو، من دخل بيت، وهكذا. بعدين اليوم يوم المرحمة، يا رسول الله، هذول اللي آذوك، هذول اللي طردوك، هؤلاء الذي سفكوا دماء سمية وياسر، هؤلاء الذي عملوا حصار اقتصادي 3 سنوات في شعب أبي طالب، ما عندكم خبز تأكلون، اذهبوا فأنتم الطلقاء. اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمل حرمة. طيب هذول شنو كانوا؟ هذول ما آمنوا. ليش ما آمنوا؟ الإعلام.
واليوم احنا مبتلين بهذا الاعلام. ديروا بالكم يا اباء يا امهات اللي تسمعوني بعدين. اسال الوالد اقول له ايش قد تقعد مع ابنك؟ يقول ولا ابني شلون اقعد يعني؟ قلت له يعني كم ساعه تقعد بالاسبوع؟ يقول يعني ساعه ساعتين يروح بعض الاوقات الحديقه. يا حديقه يا ساعه. يوميا يجب عليك ايتها الام اللي تسمعيني لازم تقعدين مع بناتك ومع اولادك. ايها الاب اذا تروح مجالس ما يخالف، هم مجلس مجلسين هم مو بعد كل مجالس، اترك الديوانيات والقعدات، اخذ ابنك اقعد وياه، علمه، هذبه، ربيه، نور فكره، قل له دير بالك ابني. اليوم جاني احد الاخوه بالمدرسه، دائما لما يجي ابنه وياه يقعد ياشر لي انصحه. خب احنا مش قد ما نعرف ننصح. ديروا بالكم على اولادكم، الاعلام مؤثر، والاعلام اليوم مو جهه واحده، 50 جهه تجي. اشكل اصلا في حاله صايره غريبه. خب نذهب الى مكه الان، نرجع الى مكه. الاعلام كان مؤثر وقد اثر. وقفوا امام رسول الله، حروب صارت. بدر منين جت؟ غزوه بدر، حرب بدر منين جت؟ من مكه. بعد احد عمنا حمزه سلام الله عليه استشهد بسبب اهل مكه. طيب هذا شنو كان؟ الاعلام كان يؤثر. في هذه الاجواء نزلت هذه السوره. ملتفتين لو لا؟ انا نحن نزلنا الذكر، لا تخافوا، لا تيأسوا من روح الله. لازم واحد يؤدي وظيفته واجبه باولاده باقربائه باحفاده، والبقية على الله، وننتظر ظهور مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما حدا يقدر يقيس القرآن، القرآن يبقى طري. بعدين يا رسول الله مواساة لقلب رسول الله ولأصحابه، ولقد، هذه تأكيد، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. هسه مو جديدة، هذه مو جديدة عند الله، مو جديدة. شيع جمع شيعة يعني المتابعين لأحد، ولذلك يقولون شيعة علي يعني متابعوه. نحن شيعة علي ونفتخر. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، المجموعات الأولية من آدم، من زمن آدم إلى زمانك يا رسول الله. أرسلنا، شنو أرسلنا؟ بعد ما يجي بالمفعول يعني أرسلنا رسل، أرسلنا أنبياء أوصياؤهم بالمئات، بمئات الألوف إجوا وراحوا، إجوا وراحوا. شنو سووا؟ بلغوا. النتيجة، النتيجة وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذا البشر عجيب. رسول لا يطلب منهم أجر، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هاي المودة إلنا زينة مو إلهم، لأن في آية أخرى شو يقول الله؟ يقول وما سألتم من أجر فهو لكم، يعني في نفعكم. حتى هذا مو في نفع رسول الله، إلنا هذا. خب واحد جاي من قبل الله يهديهم، يصنع لهم مدنية وحضارة، كانوا مشغولين بالحروب وبالغزوات وبالفتك وبالربا وبالزنا وبالخمر وبالفجور، يجي ينقذهم. يقول لا، يستهزئ بي. هذا مو انه بدبخت؟ حقيقة شنو بدبخت باللغة العربية؟ يقول طاي حظه يعني. أمه واحد جاي ده ينقذه من وحل
الجهل والتخلف يودي إلى أعلى مراتب، أعلى مراتب. إذا أحكي على العرب لا تقولوا هذا عجمي وده يحكي على العرب، أنا ترى عربي، أنا هاشمي وأصلي عربي، وافتخر النبي العربي. مو شكل العرب شنو كانوا قبل رسول الله، قبل البعثة؟ انظر إلى خطبة فاطمة، سيدتي فاطمة، الخطبة المعروفة اللي ما أريد أسميها الفدكية. يا فدكية، واحد من العلماء في مشهد، أنا أروح بعض الأوقات إلى محاضراته، قال أجمع، أجمع يعني جامعية، أجمع خطبة للمعصومين خطبة فاطمة، جامعية بها، يعني شنو؟ يعني عن كل شيء موجود بها. هاي الخطبة العجيبة، انظر إلى الخطبة شو تقول فاطمة سلام الله عليها عندما يشرح حالة العرب قبل أبيها، تأكلون القد وما أدري شو. أنا ما حافظها مع الأسف، ما حافظها. الخطباء الله يحفظهم يمكن حافظيها، هذول أخوش ما شاء الله فوق المنابر، الله يحفظهم، يحفظون ويذكروننا بخطب رسول الله، بخطب أمير المؤمنين. إحنا مع الأسف مو موفقين. يعني أنا عن نفسي أقول عندما تنظر إلى الخطبة هذه تشرح سيدتي فاطمة، جدتنا فاطمة سلام الله عليها، تشرح حالة العرب. وين كنتوا أنتم؟ تعيشون في الوحول، أكلهم كان شعر مع دم. بالله عليك واحد يقدر يتصور اصلا يخلطون الدم، دم الحيوانات مع الشعر الحيوانات، يخلطوها يدقوها ويقطعوها ياكلوها. هذا اكلكم كان. انقذكم الله، هاي شكل تقول، اتصور هاي الكلمه إلها، لقد انقذكم الله بابي محمد. هذا الشعب الطايع حظه يقول هذا مجنون، هذا كذاب، يستهزئ بي. حقيقة الله يقول يا رسول الله هذه مو هالشكل الآن، سنة الأولين هالشكل، مع نوح، مع إبراهيم، مع موسى، مع عيسى، مع كل الأنبياء سووا هالشكل. انظروا إلى الآية، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. منو شيع الأولين؟ يعني المجموعات الاجتماعية التي كانوا زمن نوح، 950 سنة هذا الشيخ حقيقة شو، منو عنده خلق؟ احنا شوية ما يحترمونا نزعل، احنا الأخندية شوية ما يحترمونا نزعل، وهذا مو زين طبعا، بس شو نسوي بعد، احنا اخو مو أنبياء. 950 سنة يبلغ هذا، شنو هذا؟ أنا شفت في رواية تاريخية طبعا ما أدري صحيحة أو لا، يقول كانوا يضربون نوح، قومه يضربوه، بس هم جن أنتم تضربونه، تحترمونه، تعزمونه، كانوا يضربون نوح فيغشى عليه ويرمى أمام بيتي 3 أيام يقدر يقوم، وبكرة يقوم بعد 3 أيام هم يقول يا قوم اعبدوا الله اتركوا الأصنام، يا قوم لا تظلموا بعضكم. هذا شكل يعني حقيقة احنا لازم اذا نقدر نبوس ونقبل تراب أقدام الأنبياء. أنقذوا البشرية حقيقة، هؤلاء إيش قد تعبوا. روحوا اقروا تاريخ الأنبياء، أكو كتب، هذول الشباب خلي يقرون هالكتب. لمن إبراهيم شكل، عيسى شكل، إلى أن أرادوا صلبه وقتله. طيب الله يقول يا رسول الله لا تيأس، ديدن الدنيا هكذا. وما يأتيهم من رسول، منو؟ الأولين. ربعه كم نفس الشيء، قريش نفس الشيء. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. استدلالا ماكو استهزاء، الآن هم نفس الشيء، الآن ماكو استدلال،
شوف الإعلام، الإعلام إما رقص وإما أغنية وإما ما أدري إلهاء على من إلهاء الناس عن الحق، وإما تكذيب واستهزاء ومسخرة. ماكو في شيء اللي يحرز يعني دليل برهان، ماكو استهزاء. الله يقول احنا ما نتعب تقريبا هذا خلاصته، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. شفت اليوم تفاسير متعددة لهذه الآية، مختلفين المفسرين حول هذه الآية. كذلك نسلكه، نسلكه يعني نجري القرآن حتى في قلوب المجرمين. طيب يا الله ليش بعد؟ لأن لإتمام الحجة. السيد الراحل في كتابه تقريب القرآن يختار هذا الرأي، يقول كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كم احتمال أكو؟ الاحتمال الأولى أو الأقرب إلى الواقع إن شاء الله والله أعلم أنه يا رسول الله إحنا ما نتعب، حسب تعبيري يعني أنتم لازم لا تتعب، أنتم المبلغين لازم لا تتعبوا، المؤمنون لا تتعبوا، يا ناس لا تتعبوا، أدوا وظائفكم والبقية على الله. كذلك نسلكه يعني نجريه من السلوك الجري، نسلك القرآن يعني نسلكه، الهاء يرجع إلى الذكر اللي بمعنى القرآن، في قلوب المجرمين. بس ما يفيد وياهم، ما يخالف، بس إحنا وظيفتنا واجبنا أن نسلكه في قلوب المجرمين. طيب شو يصير؟ لا يؤمنون به، بس إحنا أدينا واجبنا. يوم القيامة يقدر يقول أنا ما كنت أدري، ما حدا قال لي، لا قلنا وقالوا وسنقول ونكرر ولا نتعب. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. هاي سنة الأولين بنفس الشيء، الآن بنفس الشيء، بكرة بنفس الشيء، البشرية هكذا. طيب أكو حل واحد، نسوي لهم معجزة. شو نسوي؟ نفتح باب السماء، يطلعون فوق يشوفون الملائكة، يشوفون السماء العلوي، ما ادري شنو هناك، شكو ماكو، ما يشكل، ما يخالف، هم نسوي بس ما يفيد. شوف الآية شو تقول، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. باب مو يعني السماء بها بابها، بابا يعني فتح الطريق. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني رايحين وجايين، ظلوا يعني مو مرة واحدة، يعني سفن فضائية نخليهم يروحون فوق وينزلون، يروحون يجون، هذا معنى ظلوا، مقابل باتوا، باتوا لليل ظلوا للنهار. فظلوا فيه يعني في السماء أو في الباب، في هاي الفتحة اللي صارت إلى السماء، يعرجون، المعراج من هذا بعد، يروحون يجون. شو يصير؟ لقالوا إنما سكرت أبصار. يا با إحنا ما شفنا شيء، والله عجيبة، سكرت أبصارنا، إحنا ما فهمنا شنو صار، رحنا فوق وشفنا بس كانت أبصارنا مسكرة، لا 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 لا، بل نحن قوم مسحورون. شو تسوي هذا البشر هسه أنت؟ حقيقة الله شو يسوي ذولا؟ استدلال موجود، برهان موجود، أدلة موجودة، قرآن معجزة، النبي يسوي معاجز، كل الأنبياء سووا معاجز، حتى إذا نوديهم إلى السماء مشكل؟ يعرجون في السماء، مع ذلك يقولون بل نحن قوم مسحورون. فلذلك نرجع إلى الآيات الأولى من سورة الحجر إذا تتذكرون، ذرهم شنو؟ يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. يا رسول الله هذول ما يفيد وياهم، نعم أنت بلغ ولكن لا تيأس. وبعدين غالبا هالشكل، مو غالبا، أتصور دائما هالشكل، الأقلية هي التي تصطفى من بين الأكثرية، دير بالك، وقليل من عبادي الشكور. كم واحد
يصير خوش أرمي والبقية أيفو ذرهم. خب الموعظة الأخيرة يسوي صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. الموعظة الأخيرة: جاء رجل إلى علي بن الحسين، يعني الإمام السجاد زين العابدين، جاء رجل إلى علي بن الحسين عليه السلام يشكو إليه حالة، يشكو إليه حالة، لو مريض، لو فقير، لو عنده مشكلة عائلية، أي شيء ما أدري شنو، يشكو إليه حالة. فقال عليه السلام: هذا جاي يشكو. الإمام ودى إلى أجواء غير، أجواء معنوية. فقال عليه السلام: مسكين ابن آدم، ابن آدم مسكين، له في كل يوم ثلاث مصائب. أنت جايب مصيبة عندك؟ ابن آدم يعني كل إنسان من المراجع خذ إلى أقل واحد عنده ثلاث مصائب في كل يوم، يعني أنا وأنت اللي قاعدين هنا الآن كل يوم عندنا ثلاث مصائب. شنو المصائب؟ مسكين ابن آدم له في كل يوم ثلاث مصائب لا يعتبر بواحدة منهن. المصيبة لما تجي لازم تأخذ عبرة. هذا ثلاث مصائب، أنا سأقول أنا مو أنتم، أنا عندي ثلاث مصائب ما أعتبر بها، مع أنه مصيبة واحدة لازم أعتبر، فكيف ثلاث مصائب؟ لا يعتبر بواحدة منهن، ولو اعتبر، يعني إذا كان يأخذ عبرة، لهانت عليه المصائب. إذا كان يفعل العبرة، العبرة موجودة بس تفعيل العبرة، يعني يأخذ درس من العبرة، المصائب كانت مهونة عليه، يعني سهلة إليه، وأمر الدنيا أيضا. خب هسه واحد لما يفكر بالمصائب يفكر مثلا انكسر بالسوق مثلا، لا. فأما المصيبة الأولى فاليوم الذي ينقص من عمره. منو مفكر بهذه؟ أنا أخو ما جيت مفكر. أنا البارحة كنت وأنتو كنتوا، طبعا من يدري باكر موجودين أو الله، الله يطيل أعماركم ما يخالف. البارحة وين صار؟ راح انتهى. فأما المصيبة الأولى فاليوم الذي ينقضي من عمره، هذه مصيبة، انقضى من عمري ما أدري ايش سويت. قال عليه السلام: وإنا له نقصان في ماله اغتم به. أنا من الشكل مو بس أنتو، أنا إذا كان عندي 50 دينار في جيبي ورحت بالسوق وضاع مني 50 دينار ما أغتم؟ نغتم طبيعي، بعد 50 دينار راح مني، مو ضاع، انكسرت بالسوق أو في التجارة في أي شيء. ولو وإنا له نقصان في ماله اغتم به. خب الآن شنو صار؟ نقصان صار لا ما صار؟ يوم من عمري نقص، بعد لازم اغتم له، ويش اصلا مو مهم عندي. مو يوم، 70 سنة من عمري رايح وما ادري شو مسوي. والدرهم يخلف عنه والعمر لا يرده شيء. الدرهم تقدر تخلفه، يعني شنو؟ يعني ضاع، انكسر بالسوق، يرد مرة ثانية يتاجر يشتغل، الدرهم يرجع. أما العمر شلون ترجعه؟ من يقدر يرجع البارحة؟ ما حد يقدر، حتى الأنبياء ما يقدرون يرجع البارحة. هاي واحدة، المصيبة الأولى. فشنو صار؟ نقصان في كل يوم والعمر لا يرده شيء. المصيبة الثانية شيخنا: إنه يستوفي رزقه. دائما كل واحد يستوفي رزقه، رزقه مضمون. فإن كان حلالا حوسب عليه، مع أنه حلال حوسب عليه، وين صرفته؟ في باطل. وإن كان حراما عوقب عليه. شوف الإنسان عمره البارحة راح من عمره، فلوس اللي يحصل إذا حلال
يحاسب عليه، يعني وين تصرفه، وإذا حرام خو عقاب عليه. هاي اثنين. مصيبة ثانية، المصيبة الثالثة، قال عليه السلام والثالثة أعظم من ذلك. بعد شنو؟ قيل يا ابن رسول الله ما هي؟ قال عليه السلام ما بلي. إس العبارة أنا كاتبها وما أقدر أقرأها، صدق شوف شلون. المهم يقول وقد دنا من الآخرة مرحلة لا يدري. ها يعني الإنسان كل يوم يدنو إلى الآخرة. إذا أنا عمري إن شاء الله 90 سنة، إن شاء الله إحنا بنطمع أنه عمري يزداد حتى نخلص القرآن يعني. بلي باقي 13 جزء. بلي ف70 سنة راحت مو شكل. خب باقي بعد ايش قد 20 سنة. لا يدري الانسان على الجنة يرد ام على النار. حقيقة منه، هل احنا اخر شيء نرد الى الجنة ام الى النار؟ هاي المصيبة الثالثة. اللهم انا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك المصطفى وآله عليهم السلام أن تجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اجعل أمورنا إلى خير، هذه أفضل دعاء، هذا بعد دعاء تعجيل الفرج هذا أفضل دعاء. اللهم اجعل عاقبتنا إلى خير. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله 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 الله.